تحية لكم مشاهدي قناة حلب اليوم. نحن الآن متواجدون في مدخل بلدة الحاضر الواقعة في الريف الجنوبي، والتي تعرضت لقصف عنيف من الطيران الروسي، وأيضا هجمة عنيفة شرسة من قوات النظام مدعومة بميليشيات إيرانية وشيعية. كما نرى سماء هذه البلدة تحولت لكتلة من الضباب بسبب القصف العنيف. معظم أهالي هذه البلدة والبلدات والقرى المجاورة نزحوا باتجاه الأراضي الزراعية باحثين عن الأمان. أيضا هذه البلدة لا تبعد سوى مئات الأمتار عن خطوط الجبهة بين الثوار وقوات النظام الذين يحاولون بشتى الطرق اقتحام هذه البلدة. سنتابع ضمن جولة لنا في الريف الجنوبي الحلبي على خطوط الجبهة بين قوات النظام والثوار وآخر التطورات العسكرية التي وصل إليها الوضع، وأيضا سنتابع جولة في المخيمات التي نزح إليها أهالي هذه المنطقة. تابعونا. أحد أهالي بلدة الحاضر يحدثنا عن الوضع الذي وصلت إليه هذه البلدة من القصف وتهجير السكان العشوائي. أخي الكريم، الناس ما ظل حدا هون ساكن بسبب القصف العشوائي. صار يضرب المشفى الميداني للأطفال وللنساء، وصار يضرب عشوائي بيوت مدنية، ولا يوجد أحد هنا أبدا من سكان مدنية، هجرهم كلهم. هذه هي قصف الطائرات الروسية على بلدة العيس التي استهدفها منذ صباح اليوم بعدة غارات. أيضا في حال منذ حال وصولنا إلى هذه القرية استهدفها بثلاث غارات، بالإضافة للبراميل المتفجرة التي يستهدف فيها المشفى الوحيد في قرية العيس. لو تطلعنا على آخر التطورات وآخر المستجدات في القرية واستهداف الطيران للمشفى الميداني الوحيد في القرية. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، منذ الصباح من المشفى الميداني كان خارج عن الخدمة بسبب الغارات الروسية والبراميل السورية التي تتم استهدافها في المشفى الميداني الوحيد في مدينة العيس. وهاللحظة تم التنفيذ بطيران روسي بعيدين 50 متر عن مكان إلى أين تنقلون الجرحى والشهداء الذين يقعون جراء استهداف طائرات هذه القرية؟ سوف نفتح مشفى ميداني جديد إن شاء الله، وتيسير رب العالمين إلى المشافي، بننقله من هذه النقطة إلى مشافي بلدات الأخرى. يعطيك العافية. الله يعافيك. هذه الأراضي الزراعية التي تحولت الآن ومنذ أيام قليلة إلى مخيمات للنازحين، تأوي مئات العائلات في هذه الأراضي. طبعا غياب شبه كامل لمظاهر الحياة في هذه المخيمات، وأيضا غياب للمنظمات الإنسانية التي تدعم النازحين. لو نلتقي بعض الأهالي هنا داخل الخيمة التي البسيطة طبعا بنوعها، لو تقترب بالكاميرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم لو تحكي لنا عن الأوضاع، كيف نزحتوا وشو اللي صار معكم من البداية؟ نزحنا من ضرب الطيران والمدفعية، وهجينا نحن أولادنا وعجينا، والله ما عندنا مأوى ألحى بتشول، ما عم طلع لها الحالة هي، وجماعة فقراء ودراويش، ولا أرض لا شغلة لا عمني والله. طيب هلا كيف الوضع هلا حاليا؟ الوضع ضرب حوالينا والله، ما شفت المدافع والطيران عم يضرب حوالينا، وعايشين بحماية الله، والله ينصر الإسلام جاء الحبيب محمد. نعم. عم لو تحكي لنا وين راح تكون وجهتكم بعد هذا المخيم؟ والله الله يعلم وين بدنا نروح، الله عليم. نظل طافشين. هذا الطيران اللي عم يقصف، واللي قصف قبل تقريبا ربع ساعة بست أو سبع غارات على قرية العيس القريبة من هون، هل استهدف المخيم هذا بغارة أو شو؟ والله الجو لسه الحز ما صار عنا هيك شيء، ولا نشوف لا ما نعرف شو يصير عنا. طيب قبل ما تطلع من القرية اللي كنت فيها، شو اللي صار داخل القرية لحتى اضطريت أنك تطلع؟ صار علينا قذائف من هذا الضرب، الطيران ومدفعية، وعلى الله. أحا
احد القاده العسكريين المرابطين على جبهه الريف الجنوبي ضد قوات النظام. ابو ادم اهلا وسهلا بك اولا، لو تعرفنا على اخر التطورات العسكريه الحاصله هنا في جبهه الريف الجنوبي. الحمد لله الوضع ممتاز. الان الاخوه يتصلون للنظام وهم مرابطين في الحدود الاماميه بضيعه شقيدلة، والنظام هو بقريه الطين، اخذ من عنا قريه الطين واخذ القرى الوضيحي وقدار، واخذ ان كان تل الشهيد كنا مرابطين عليه. اخذ ما هي خسائر النظام في هذه المعركه؟ الحمد لله 6 دبابات دمر له، 23-2 تركس، اغتنام بكام شاص عليه 14، وفي البي ام بي. نعم. المعارك الان اين تدور؟ الان تدور في ابطين وفي تلة الشهيد وفي الوضيحي وفي كدار. هل الاقتحام هو الذي بدأه الثوار الان؟ الثوار هم الذين يبادرون بالاقتحام ام النظام يتابع اقتحامه لهذه القرى؟ الان النظام يتابع اقتحام، والثوار الحمد لله يتصدون له. الله اكبر. لو تحدثنا عن أهمية هذه القرية الاستراتيجية التي يستميت النظام للسيطرة عليها. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي، الآن نحن في قرية شغيدلة، هذه القرية الاستراتيجية التي حاول النظام يوم أمس اقتحامها بشتى الوسائل. تقدمت حشود ضخمة للنظام إلى هذه القرية مدعومة بآليات، ولكن بفضل الله عز وجل بعد أن تم تدمير تركسات وتدمير 23-ات وتدمير دبابات وآليات واغتنام بعض الآليات أيضا وقتل عدد من قوات النظام، تراجع النظام إلى قرية عبطين. طبعا النظام يحاول احتلال هذه القرية لأن هذه القرية يعني تبعد عن قرية الحاضر 2 أو 3 كيلومتر، فإذا وصل إلى قرية الحاضر يكون قد أحكم سيطرته أيضا نيرانيا على قرية العيس، ثم التقدم إلى قرية العيس، ويعني إذا يعني استطاع النظام أن يصل إلى قمة تلة العيس فإنه يصل إلى استراد حلب دمشق الدولي. نعم. ما هي أو كيف هي معنويات الثوار بعد تقريبا 4 أو 5 أيام من الاقتحام المتواصل والقصف العشوائي من الطيران الروسي والإيراني؟ نعم، بفضل الله سبحانه وتعالى معنويات الأخوة المجاهدين يعني جيدة جدا، ونستطيع أن نقول أنها معنويات يعني مرتفعة ولم تنخفض أبدا رغم القصف ورغم الجراح ورغم عدد الشهداء الذي يعني استشهدوا ورغم المصابين ورغم قلة الدعم ونقص الدعم. وهنا بالمناسبة يعني نريد أن نوجه رسالة إلى الفصائل المقاتلة أن اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الريف المكلوم، أن اتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الريف المنكوب، أن والله هذه الفصائل، وخصوصا نوجه رسالة إلى الفصائل الكبرى خصوصا كجبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام، إن لم تتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الريف وتوقفوا زحف النظام الذي يريد أن يصل إلى تستراد حلب دمشق الدولي، والله فإن النظام سيرجع إلى الريف الغربي في حلب وسيرجع إلى إدلب وسيصل إلى كفرية والفوعة وسيصل إلى أي منطقة يريدها النظام. الآن النظام أخي يحشد على جبهة بلاس، يحشد على جبهة العدنانية باتجاه الجنوب، النظام أيضا يحشد الآن وعنده الآن معارك، يعني يخوض الآن معارك، والأخوة في جبهة النصرة يخوضون معارك عنيفة الآن في قرية الريهجان مع النظام، وكأن النظام يريد أن يطبق على الريف الجنوبي من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب من اتجاه حماه.